في سؤال بنسأله واحنا صغار دائما، شو بدك تصير بس تكبر؟ السؤال هذا بدي احكي لكم عن الاكسبيرينس تبعتي ايش صار معي لما سألته بيوم من الايام. كنت قاعد مع امي تشرب قهوه، اجت جارتنا ام عبد الله قعدت عندنا. ام عبد الله عمرها 80 سنه، تحكي لي يا خالتي ايش بدك تصير بس تكبر؟ حكيت لها بدي اصير قاضي. فطلعت علي تطلعت الاستخفاف، حكت لي ايش بدك تحل بقضايا هالامه. فاللي صار معاي كالآتي، اللي صار معاي بأفلام الكرتون بس يطلع الإشي هذا الفكرة فجأة تبخر راحت فكرة. فقلت ليسا شكرا، خليتها تأثر علي سلبيا بالعمر هذا ونسيت الحلم اللي بدي إياه إنه أكون قاضي. ما بعرف، يمكن كان عندي حلم أو عند أي حدا عنده حلم وهو صغير بس ما زبط معاه أو ما اشتغل عليه. بعد بال2009 كنت بسوق جارة، وبالصدفة بنفس اليوم كان في ايفنت هيب هوب. الايفنت الهيب هوب، اللي ما بيعرف ثقافة الهيب هوب، هي متكونة من خمس عناصر: البيت بوكس اللي جاي اقدمه اليوم، الرابينج او الرابرز، دي جيينج، الجرافيتي، والبريك دانس او البي بوينج. قابلت ارو، كان عم بيعمل شو ارو اللي على اليمين، واحد من البيت بوكسرز اللي بلشوا بالمملكة بالاردن هنا، والاثنين اللي هون عشان نعطيهم كريديت، وايز ون جرافيتي ارتست صار له 20 سنه بالشغله هاي، ويرى هنداوي اول فيميل جرافيتي ارتست بالاردن. اروح ما كنت اعرفه، طلع على الستيج، كنت واقف بجنب الستيج والكراود هون، فبلش يعمل بيت بوكس. بس اول ما بلش يعمل بيت بوكس ما كنت اعرف اي شيء عن ثقافه الهيب هوب، كنت احكي عن رقص مايكل جاكسون او البوب، كنت احكي عنه رقص راب، هيك رقص راب كنت اسميه، فما كنت اعرف ايش هي الثقافه بالضبط. بس بلش يعمل الشو تبعه، كنت مصدوم بشغله انه الدي جي عم بيعمل صوت وهذا عم بقلد، والكراود لله متحمسين، في 200 شخص قاعدين بيتحركوا بس من تم واحد، واحد عم بيعمل موسيقى بتمه وعم بيحرك 200 واحد والكل مبسوط. فباللحظه هذيك عرفت ايش بدي اعمل. باك ستيج رحت عليه، مرحبا بقدر اتعلم بيت بوكس؟ حكى لي إذا بتحب الشغلة وبتآمن فيها بتتعلمها. طبعاً الجملة هاي ما كانت موجودة بالقاموس تبعي، حطها جديد عندي مخي، أمنت فيها. بنفس اليوم حكيت له كيف أقدر أبلش، شو الأساسيات تبعت البيت بوكس. حكى لي الأساسيات هي فكواحد ما بيعرف البيت بوكس، بس روحت على البيت كنت أعمل ثالث يوم ابوي طرني من البيت من الغرفه، لانه مش بكل عيله دائما في حدا مصدر الهام، انا كنت مصدر الازعاج بالبيت. فما كانوا ضد الفكره اهلي، بس كانوا انه ايش اللي بيعمله يلا وات ايفر. بالوقت هذاك 2009 مش كثير قديم، بس ما كان في 3G على التليفونات. إذا كنت بدك تفتح فيسبوك بدك 3 ساعات عشان تفتح البيج تبعت الفيسبوك، فبتضطر تطلع على وين؟ على الانترنت كافيه. تطلع على الانترنت كافيه، قعدت 3 أيام على أساس إني أدور على البيت بوكس، عم أعمل سيرش على يوتيوب. مو مبين معي لمدة 3 أيام، الإنجليزي كان عندي 0، هسه 3%، إشي زي هيك. فبالوقت هذاك شفت واحد عم بيعمل إيميلز رابع يوم، طبعاً عن جد 3 أيام متواصلة وما بين معي ولا فيديو بيت بوكس. رابع يوم شفت حدا عم بيعمل ايميلينج جنبي، عم ببعت ايميل بكتب انجليزي، رحت عليه بحكي له صار لي 3 أيام مش قاعد بيطلع معي بيت بوكس، ليش؟ بحكي ليش البيت بوكس؟ فسرت له، حكى لي انت ما قاعد تكتبها هيك، انت عم تكتبها هيك. ففي 3 أيام راحوا من حياتي، مش مشكله عادي. اتقنت الاشي هذا بسنه، بتقدروا تحكوا سيمي بروفيشنال، لاني كنت اتدرب من 6 الى 8 ساعات. دراسه ما كنت ادرس، بحبش ادرس، وانا درست توجيهي. بضحك الموضوع. لا درست توجيهي لاني ما بحب الدراسه عن جد، بس مقرر ادرس ساوند انجينير بالشيء اللي بحبه، وإشي الحمد لله برا البلد وما راح يكون بده توجيهي، فانا فايز هيك اني ما عدتش اكثر من مره توجيهي بالنسبه لي. بعديها بال2012 شفت رجاء قواس بالشارع، بشارع الرينبو،
رجال قواس ما بيعرفوا كوميدي مشهور بالاردن عندنا. شفته بالشارع عرضت عليه شغلي وكان في كم من فيديو لي على يوتيوب ورجعته زي بعثت له ايميل للفيديو استمعوني وشاف الفيديو قال لي بعد اسبوع تعال صور. قلت تمام طلعت صورت وكان اول فيديو مع محمد زكاني بالفالنتاين. بعد 2012 هذا الفيديو وصل نص مليون مشاهده بال 2012 بس تحكي نص مليون مشاهده شيء كبير. بلش يجيني عروض اكثر بلاش بس عم بيجيني اكثر بلاش العالم عم بتقبلوا الفكره اهلي كيفوا على الموضوع اصحابي عم بيدعموا. بعدين في بتذكر كنت كاتب ورقه بدي اسير زي ارو اللي حكينا عنه بالاول اللي هو اعطاني البيس تبعت البيت بوكس. كنت كاتب الورقه لهسه موجود عندي الحبر راح عنها من كثر ما هي قديمه. كنت كاتب بدي اسير زي ارو او بمستوى ارو. 2014 صار شيء غريب بلشت بطوله الاردن للبيت بوكس. انا كان البلان تبعتي اول اني اوصل لمستوى معين اعمل شوز حفلات بس وصلت انه ليش ما ابلش اشي للبيت بوكسرز بعمان او بالاردن. قبل ما ابلش احكي عن البطوله فكره البطوله ما كانت بس تعال تحدي اللي بفوز باخذ جائزه وبطلع. لا الفكره كانت انا لما بلشت اعمل حفلات في ناس كتير بالمصطلح الشعبي كحشوني من الحفلات حكوا لي ما بتقدر تعمل حفلات عندنا ايش الهبل بتعمله. كان في عندي تنمر واجهت تنمر كتير بالشارع عشان اللي بعمله بالمدرسة بالشغل وكمان الناس اللي عم تعمل حفلات اللي كانت لها سلطة تعمل حفلات هون بالأردن. فكان مبدأي انه ايش لا بدي اغير السمعة هاي بدي الناس اللي زيي يجوا يصيروا كرياتيف اكتر. بلشنا البطولة 2014 الدعم ولا شركة رضيت تساعدنا لوكال ارتس ساعدونا رابرز من الاردن فلسطين وسوريا اجوا دعموا الاشي هذا. بعدين كان في احسن 16 بيت بوكسر بالبطوله هاي هسه عم بتصير كل سنه واحنا اول بلد عربي بيطلع من عندنا بيت بوكسر بمثل الاردن ببطوله العالم اول عربي. ففكره البطوله هي بتكون زي هيك تحدي واحد ضد واحد وفي كمان عندنا ساره عن رزان تنتين بنتين بيت بوكسر سمعوني صوت لهم بس عم نشتغل على انه نكون في بنات اكثر لانه هاي التالنت او الارت هذا مش خاص للشباب او الاولاد. فعم نشتغل اكثر انه يكون في بنات عندنا اكثر. وهي اول بنت وقفت على ستيج بين 30 شاب وقفت على ستيج وعملت الشو تبعها. فمشان هيك عم بعطيها ريسبكت دائما عم بعطي ريسبكت انه يكون في بنات بالسين عندنا اكثر. فكره البطوله نرجع تذكروا ابو عبد الله حكيت لكم عنها هيك اللي صار معهم كل البيت بوكسرز تقريبا اللي بالاردن بالوقت هذاك هيك اللي صار معهم. انت بتعمل بيت بوكس ليش بتعمل بيت بوكس تبزيق ايش بتعمل هاي مش ثقافتنا ليش هيك بس لا هاي ثقافه الهيب هوب للكل ما في شيء ثقافه معينه. فهاي هي وجه التشابه بين ام عبد الله معضلة أم عبد الله مسميها والبيت بوكس البيت بوكسرز. فهاي هي قصتي. خلينا نعمل شوية مزيكا ممكن جاهزين. تيك 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 1 2 down. ف
بس عشان أذكركم هذا اللي صار فيه. للي سمع أول مرة لايف بيت بوكس مو فيديوز، هذا اللي صار فيه يوم ما بلشت أتعلم بيت بوكس. وبحب أرد مرات على العالم اللي بيحكي البيت بوكس مش ثقافتنا، نقدر نحط اللون البدوي فيها زي ويا وحلا ويا وحلا دروب. Thank you. Abood Aladham.